مودست. يعني الموضوع يعني بيني وبينك يعني التركيز معاه زيادة على اللزوم. ما فيش حد بيتقيم بالاسلوب ده. عدد دقائق مودست اللي لعبها قد ايه؟ محدود. محدوده. وجايب لك 3 4 تجوان وفي جون اتلغى وعامل 2 اسيست، مش احسن حاجه. انت جايب مودست وانت تعلم انك المأموريه محدده جدا بالنسبه له، انت والا ما كنتش اديته سنه. قابله لايه؟ حسب عطائه بقى. لكن معنى كده ان انت حبيت يعني يكون معاك حد بمواصفات معينه. فرقتك بتلعب بسيستم ان اللي يوصل على الخط، يعني شفت تحليل للمحمودي؟ تحليل علمي جدا، جاب كذا لقطه قال لهم كل واحد بيوصل في الحته دي بيرجع الكره لورا، ما بيلعبهاش اوفر ولا بالعرض، في حين التاني بيجري في مكان ما بتروحلوش الكوره. جات له 3 كور ولا حاجه، ها؟ ما اداه بمنظر بيني وبينك واحد مش جاهز. ادالك انطباعات مش كويسه. لكن اهو جاي و و و و وخلي بقى السنه اللي فاتت سوزا ده ولا اسمه ايه؟ برونو سافيو. سافيو برضه ما عجبناش، جاب لنا بطوله السوبر. مودست جاب لنا بطوله السوبر كويس. ال 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 برونو سافيو كان عنده اتيتيود او كان موده مش كويس مع الفرقه، ما كانش كان مزاجه وبيشع طاقه سلبيه للفريق. فعشان كده الاهلي هو كمان على قد ما هو كان عنده طاقه سلبيه، الاهلي كولر والفرقه كانت راميه طوبته. بعكس مودست. لا ما انا جاي لك في مودست. الولد ده مشي سافيو ده، شوف عامل ايه دلوقتي. قبل ما اجي لك كان عامل ايه، وبعد ما مشي عامل ايه. فانت اختياراتك مش سيئه بالمعيار الاكاديمي. لكن لما بيجوا ما بيدوش اللي انت متوقعه. مودست بقى حاله تانية. يعني مودست ما كانش عايز يجي خالص. مشاعر انه بيلعب في اقوى دوري، في واحد من اهم فرق الدوري الالماني. طب يا 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 يجي له حاجه زيها يا بلاش. وبعدين انت قلت لي ان الوكيل بتاعه قال لك ايه؟ الوكيل قال لك انا لما يعني هو كان ناوي ما يجيش، قال لك بذلت مجهود كبير ان انا اقنعه ان يجي عرض الاهلي. لما جه وشاف الاهلي قال له تصدق انا كنت هندم جدا لو ما خدتش التجربه دي. هو رغم التحامل عليه ومش بيقدم اعلى حاجه في الدنيا يعني، وشايف الزمزقه، الا اين تشعر. بص دي كولر وهو بيشاور لهم العبوا عرضيات مهمه. دي 109، دي لقطه مهمه جدا. بعدها على طول دقيقة والتانية الجون يجي بنفس العرضية اللي بيشاور أو اللي بيطلبها. مارسيل كولر. بص مارسيل كولر بيعمل إيه؟ الونجين اتحركوا، ها؟ الإشارة التانية بقى. أهي أهي بص. الأبو هنا. فهو جاي يغطي. جاي يغطي المهم يعني احنا مش عايزين برضو يعني. طيب احتفالاته، لان انت اشرت النموذجين بتبين انه سعيد، اندماجه وسعادته مع الفرقه. في احتفالاته يعني راح لامس كهربا وقال له اتكهربت كهربا. اذا ده راجل فاني. كهربا قال لك هو اتفق معاه على كده، لو انا جبت جون النهارده هلمسك عشان الكهرب قدام الناس. طبعا وكان فرحان لان دي هتخلصه من عبء وضغوط. ده اللي انا عايز اسالك عنه. الجون والبطوله يخففوا كتير من الضغط العصبي اللي عليه. مش عليه هو لوحده. على حاجات كتير يعني. ويخلي الناس برضو عندها امل في اللي جاي. ايوه. مش بالضروره يتكرر يعني كل مره. النجاح ده. يا رب يتكرر. ايوه. لكنه على الاقل بدنيا هيجهز في ظروف اهدى شويه. لو جهز عشان انت لو تشوف الجون اللي جابه في الجونه الناس احتفت بيه برضه، وعمل عمل جون وعمل اسيست برضه. أيوة. حظه الوحش عارف، لو كسبنا الماتش ده كانت حساب له الماتش ده. لكن ضربه جزاء ونتعادل. فمش عايزين نبالغ في موضوع مودست لا سلبا ولا ايجابا.
أيوة. في الناحيتين يعني. ايوه عشان احنا سيبه يهدى، ما نصرش انا بنقول ان كل ما ترفع له هيجيب جون يعني. أيوة. انا ما اقصدش كده، انا اقصد اقول ان ده راس مال، ان احيانا ها انت المدرب يتوسم حاجه لما بتركب معاه بتحقق له هدف مهم زي بطوله السوبر. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بقى، انا ما يهمنيش الافراد لان الافراد في الاخر هي وسيله لتحقيق غايه جماعيه. نتمنى ان بنفس الفرحه والالتزام، عجبني الروح اللي موجوده لعيبه الاهلي مع بعضها، وكل واحد عايز يقوم اللي بيحتفل بمودس كهربا اللي مش بس كهربا المنافس بتاع المركز، مش بس تشوف الفرقه فرحانه له، فرحانه له. واي واحد بيتعرض امام عاشور واحتضانهم ليه، واي واحد بيتعرض لضغوط الفرقه بتفرح له لما بيجي له حاجه، ده حاجه كويسه. ده حاجه كويسه وصلت لدرجه انه انفانتينو نطق بالعربي. نشوف. Many congratulations for your qualification to the new Mundial de Clubes of FIFA in 2025 in the United States of America. Elf Mabruk Al Ahli. Many congratulations for your qualification to the new Mundial de Clubes of FIFA in 2025 in the United States of America. Elf Mabruk Al Ahli. طيب الراجل ده قالب الصفحه، الناس مش عارفه فيها ايه، وبقول بالنسبه ل 2025 في امريكا والنظام الجديد فرحان ان الاهلي موجود، الف مبروك الاهلي، وراح قالب شعار النادي الاهلي قالها بالعربي. ما هيش حاجه يعني يا جماعه، تبدو كلمه لكن هي ترجمه لفكر والاحساس صادق عند الراجل. يعني الإحساس الصادق يا جماعة ممكن يخليك وانت في عنفوان فرحتك تبكي، دي لحظة اختلاط المشاعر الإنسانية. المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي في السوبر أو في كأس العالم،